هل يجوز الحج بالنيابة عن الشخص الذي لا يستطيع القيام بالحج لمرض أو لكبر؟ نقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد فرض الحج على المسلم البالغ العاقل المستطيع القادر على أداء الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتتحقق تلك الاستطاعة بثلاثة أمور: أولاً القدرة البدنية على الحج، ثانيا القدرة المالية على الحج، بأن يكون الإنسان عنده من المال ما يكفي حجته ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع إن شاء الله من الحج. ثالثا من شروط الاستطاعة أمن الطريق، وعليه فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. وقد ذهب جمهور الفقهاء خلافا للمالكية إلى أنه يجوز النيابة في الحج عن الغير لمرض أو لكبر بأجرة أو بدونها، وذلك بثلاثة شروط: أولا أن يكون الشخص المريض عاجزا عن أداء فريضة الحج بنفسه، ثانيا أن يكون مرضه مرضا مزمنا ميؤوسا لا يرجى برؤه وشفاؤه، ثالثا أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولا. هذا إذا كان الحج فرضا، أما إذا كان نفلا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النيابة مطلقا من القادر المستطيع وغيره. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال الذي معنا، فإنه يجوز النيابة في الحج عن الغير لمرض أو لكبر، والله تعالى أعلى وأعلم.